بالجلابيه دي؟ اه دي لبست زيها على فكره في قصه الحي الشعبي. من غير الترتر. كانت مقلمه نفسي كده نفس الموضوع. حلوه. لبستيها في الفيلم بس ولا بتحبي تلبسيها عامه؟ بحب ستايل الجلابيه ده. بحسه انثوي برضو قوي. للست الجلابيه دي شعبيه كده. بحبه قوي يعني. فحتى فنانات زمان يعني مهند رستم برضو. الفنانه الكبيره هند رستم لبستها برضو فنومه. فحلوه. ايه اللي بيعجب الرجاله اكتر، الانوثه الشعبي ولا الانوثه الكلاس؟ والله ولا هي اذواق؟ على حسب ثقافه البلد نفس يعني الترند البلد ايه، فده بيقص يعني بيبقى متبطن في لا بس انا شفت كذا راجل مثلا يبقوا كلاس قوي الناس الرجاله دول مصر. بيحبوا بس يقول لك انا بحب الست اللي لابسه جلابيه بلدي. او لما تشوفهم على طول مثلا في فقره رقص شرقي مثلا وبتاع تلاقيهم بيحبوا والاغاني البلدي والشعبي بيحبوا ده. بيبقوا هم عكس كده تماما، بيوروك ان هم عكس كده. ما اعرفش ليه بيستهويهم ده. ساعات بترقص شرقي لوحدك في البيت؟ لا عمرك ما تفكري تقعدي ترقصي لوحدك كده؟ بقعد يعني في ستات تقول لك احنا بنطلع الكبت مثلا في الرقص، تعملي حركات مثلا هبل كده. يعني عيالي حاجات عيالي كده تنططي قدام المرايه. لا برقص وكده، برقص لبنتي يعني بعملها حركات بس مش بلدي يعني. عندها قد ايه بنتك؟ ما عملهاش يعني، بعملها اراجوزه سنه وسبع شهور. ما شاء الله. شبه مين بقى فيكم؟ انتوا الاثنين شبه بعض. احنا شبه بعض بس هي بعض. اكتر شبهي شويه يعني في الصور اكتر من شبهك فعلا، ولا انت زي كل الستات بنتي لازم تبقى شبهي وهي اصلا شبه يوسف؟ اسالوا ابوها بقى. لا بس هي اكيد الواننا يعني، بس يعني مقارنه بصوري شويه هي اكتر شبهي. الامومه ايه بتاثر على الست كانوثه؟ يعني انا من انا وانا حامل كان في ناس كتير بتقول لي انك بين هلالين يعني محلويه، وبتبان الست لما بتبقى عارف تبقى شاينينج كده، تحس جليترينج. جايز حامل في بنت بيقول لما بتبقى حامل في بنت حلوه قوي، لا بتبقى حامل في ولد بتخنشري ومناخيرك تكبر. لا وممكن يقولها تبقى سهتانه كده وعارف تحس انها داون يعني كده. مش عارفه بس لا شك الامومه كده مش عارفه بتدي اشراق للست. ده اللي انا اكتشفته حتى في كذا حد كان حامل يعني. بس انت بتعرفي تفرقي امتى بقى تبقي ام وامتى تعرفي تفرقي ان انت تبقي ام؟ بحاول. افتكرت ما بين الشغل. بس هم مع بعض على فكره. ازاي يعني افرق ان انا ابقى امتى ابقى ام وامتى ابقى انثى؟ يعني دلوقتي انت مثلا في البيت دلوقتي قاعده عامله ستايل الام، قاعدة مع بنتك، لا لابسة مش عارف ايه، فجأة بتغيري تلبسي شخصية. بس انا في البيت تانية. ام برا البيت اي حاجة تانية، انثى راجل ممثلة فنانة اللي انت عاوزه. تعرفي تطبخي؟ لا ايه ده معقول؟ خالص ولا اي حاجة؟ لا بعرف يعني سندوتش جبنة بتاع شاي الحاجات دي. اعرف اعمل تبولة حلوة، اعرف اعمل باستا حلوة. اعرف اعمل حاجات خفيفه يعني مش برو، مع اني بحب وعندي نفس على الاكل. دولابك عامل ازاي؟ دواليبي عامله ازاي؟ والله بجد انا افتكر ان كل الفنانات ديبو كان يعني في فنانه معانا في البرنامج بسالها مين اكتر فنانه بتعجبك لبسها؟ قالت نيكول صب. مين دي؟ لا هتتفرجي بقى تشوفيها. قول لي. لا ليه؟ لا بلاش. حد كان في مشاكل بينك وبينه كتير قوي؟ ما عنديش مشاكل مع حد. لا بهرك. لا ما عنديش مشاكل الحمد لله مع حد. دوالبنا، قول لي نرجع لدوالبنا. تهتمي باللبس انت قوي؟ بحب. بتحبي يعني؟ انا بقول لو يعني يعني خلوني اختار في مجال تاني هختار ان ابقى فاشن ديزاينر مصممه ازياء، مع ان انا شايفه ان انا ممكن يعني لو عايزه دلوقتي ممكن اعمل لاين باسمي مثلا للاين لبس، بحب قوي. انت بتحبي تنزلي تشتري على طول يعني مثلا؟ لا يعني عندي ذوق ان انا عارف من لا شيء اخلق شيء. حلها دي بقى. يعني عارف من ولا حاجه، يمكن حاجه مش ما فيهاش عقد يعني مش اوفر، حاجه بسيطه اعمل لها تاتش كده تبقى تحس انها جت متفصله. يعني دينا مثلا كنت بتكلم معاها مره بقول لها ايه اكتر بدله مثلا بحبيها؟ هي قالت لي احلى بدله عندي كانت اصلا فستان
وبعد كده اتعاملاه بدله راس. انت ممكن تعملي حاجه زي دي؟ مش قصدي بدله راس، انا ممكن تخترعي من حاجه حاجه تانية. انا ممكن جاكيته كده رجالي زي اللي انت لابسها دي. وعلى فكره عملتها في الكليب الاخير اللي انا عملته، ممكن اطلع بيها مش عارفه اقطعها، مش عارفه احط شراب عليها، اقطع كم يعني عارفه. ده عملته في الكليب على فكره. وده انت اللي بتعمليه لوحدك؟ ده كان من يعني في حد بيساعدك على ده مثلا؟ بس ده بيبقى فكرتك بس هو بينفذها لك بقى بشكل ممكن احسن، ممكن ترزي او الخياط او اي حاجه كده. فعملتها وطلعت بيها معبوط وشراب متقطع، ورحت مقطع يعني عارف بطلع كده في حاجات. وبحب الشطاره كمان، انت من حاجه سيمبل تطلع عامل حاجه، مش الزحمه. ومحبش انا اللي يقعد يحط الدولاب كله على نفسه والدنيا كلها، لا لازم تختار. وفي اصول في الفاشن معلش يعني، يعني في اصول ان انت تبقى مزحمه من فوق تبسط من تحت او العكس. يعني في تفاصيل كده، مش كله هيصه. مش كله هيصه. قلنا اكتر حاجه حاطط اكسسوري كتير هنا، تحطش حاجه هنا، متقل عينيك في الميك اب، ما تحطش بق يعني عارف كده. شويه تيبس للفاشن.